بنابه هزا فرسنا قل ايغو تيغو ناسكرن دنام ملت امده بهزا جوهري ايرو رو ام هاتن بيده كيد من كوني چالكي ده كوني شرف وناموسي كوني كرامتي ايغو ها دانين ابو پنجو درو جيو انا بدسته مالبات شهيد اقليم جزيري ام داوا حردو شهيد خود كن گو انكا جم پش مرگنه يعني ما برسف جوان نديتيه پنجو درو حردو شهيد امد كيد كيد ماني گلو بلا شوان لیستنی متخوازن ام ناس بکن دابن ترکا متخوازن ام ناس بکن ام دخوازن گی شهید امن مفگرن پنجیو درو همی ملت یعنی کردی خواب عربی خواب آشور یعنی گشتیم ویده که اجمالبات شهید امن ام شهید خود خوازن ام فرسف که امشوی جه پشمرگه ام دخوازن کبراتی ام جوان دخوازن برا خلافات گشت لآلی کی بن بس شهيد 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 مي شهيد قال له قالوا بلاش شهيد مي السنة أم كارن فيش سبب كده يعني سبب هذا الدواء إنه سلمان دبن شتى تركه يعني أفجي أم كارن بيجي يعني جغني فان حردو تشتا تمانة تنا قال بدنا يعني شهيد مي قالك شهيد مي بدنا مش قد 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 كاربوان نكربن تشتك ببويلاش نكربن أو نسلمان دبن تركه برق شهيد ما بدنا شهيد قال أبايا أخواز يا مام ب بحرمتها شهيد خامي رابن قال لك جارا يعني تف بيش مرقة أو خزام بي إنه شهيد نامر شهيد شهيد ما يشبو ما شهيد كتي أبايا يعني حيا نقطة كوين دلاش مجد هبة أمي بدو ريا شهيد خامي مشن جنج يكسالي أو ما بيجن وقت سروكاتي قوتي جا جنج حفصالي حياة حفتي صالي أم بين في كوني دم مينن حياة كم شيء خبسين أنا باسم قوات حماية المجتمع المعروفة بين شعوب المنطقة بالهزة الجوهري نحن اليوم تحت خيمة العزاء بالاعتصام لأجل شهدائنا الموجودين عند البشمركة ونطالب بجثمان شهدائنا الموجودة عندهم ولقد تم 52 يوم وأكثر معتصمون من أجل شهدائنا نطالب بمعرفة أين شهدائنا هل هم ما زالوا عند البشمركة أو قاموا بتسليم جثمانهم الطاهرة للأتراك سنبقى معتصمون حتى نأخذ جثماننا شهداؤنا الأبرار يعني قصدنا أنه نطالب بتسليم جثماننا أنه ليش ما يعطونا جثماننا يعني هم لعبانين بجثث أو مسلمين جثث لأي جهة معينة أو إحنا بجميع أنحاء شمال شرق سوريا نطالب جثمان شهداؤنا هنظل معتصمون لو سنة أو أكثر أو سنتين راح نظل معتصمون بالخيمة إلا يعطونا مطالبنا يسلمونا شهداؤنا نشيل الخيمة ما يسلمون شهدانا ما في نظل تحت الخيمة نتمنى أنه أهل يتوقف معانا ضد البشمرقة أنه ليش ما عم يسلمون شهدانا الشهيد يعني بده يتسلم يعني ما كان شهيد شو استفادتهم من الشهيد إذا اختفى الشهيد أو ما إحنا بدنا جثمان شهدانا.